بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 127. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل رمز لاسمه بأحمد ألف ألف، يقول: ما الأسباب المعينة على الاستمرار على العمل الصالح، وما هي الفوائد في ذلك؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسباب المعينة على الاستمرار في العمل الصالح كثيرة، أهمها توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وإعانته له. ثانيا العزيمة الصادقة على الاستمرار في العمل. ثالثا تعويد النفس على العمل حتى تألفه ويسهل عليها. أيضا مرافقة الصالحين والعاملين حتى يعينوه على الاستمرار في العمل، وتجنب مرافقة الكسالى والذين يميلون إلى الراحة يتجنبهم. والأسباب كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو سعيد يقول: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في عدة مواضع: أو الصحابي بأبي أنت وأمي. هذا من باب الفدية، يعني يفتدي المخاطب بأبيه وأمه، وذلك إذا كان المخاطب له مكانة في العلم والعمل، هم يقولون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم تقديرا له. وهذا في الحقيقة إنما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يبلغ إلى مرتبة أن يفدى بالأب والأم. نعم. الأخت السائلة أم مرام تقول: ما حكم منع الحمل لأكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات إذا كان هذا بتراضي مع زوجي، مع أنني أتمتع بصحة جيدة وقررت أنا وزوجي أن نأخذ بـ2 فقط؟ لا يجوز هذا، ما دامت المرأة قابلة للحمل وتقوى عليه وعلى تغذية الأولاد فلا يجوز تحديد الحمل، وإنما الحمل مطلوب والذرية مطلوبة ولو رضي الزوج. نعم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أرسل بهذا السؤال ويقول: أريد إجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يصح إسلام أو إيمان من يصلي ويصوم وهو متشكك في صحة الإسلام لأسباب كثيرة، وإنما يؤدي الفرائض ولسان حاله يقول: إذا صدقت رسالة الإسلام فها أنا قد أديت بعض ما علي، وإن لم تصح ولم يكن هنالك دين ولا حساب فلا أخسر شيء؟ هذا في الحقيقة لا يخلو، إما أنه مخبل ليس عنده عقل، وإما أنه زائغ والعياذ بالله. إن كان مخبلا ولا يؤاخذ على هذا، وكذلك إذا كان عنده وسواس نفس من الشيطان فيرفض هذا ويترك هذا الوسواس وهذا الشك، يرفضه ولا يتكلم به. أما إذا كان عنده تردد وشك في صحة الرسالة وصحة الإسلام فهذا ملحد والعياذ بالله، ولا ينفعه أنه يصلي مع الشك. قال الله جل وعلا في المنافقين: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهذا شأن المنافقين، وإن كانوا يظهرون الأعمال الصالحة لكن عندهم شك وعندهم ريب في قلوبهم، فأعمالهم حابطة وهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، عندي أخ لا يصلي ولا يصوم، هل أصله وأتكلم معه رغبة في تحبيب به
وهدايته إلى الصلاة والصوم؟ إذا أصر على ترك الصلاة والصوم فليس بمسلم، والواجب هجره ومقاطعته إذا لم يقبل الهداية ويقبل النصيحة والموعظة، الواجب هجره ومقاطعته. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأما إذا كان فيه مطمع بأن يهديه الله وأن يرجع إلى الحق فإنه يناصحه ويكرر عليه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أرجو الحكم والإجابة حول تلاوة القرآن الكريم بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب مع توضيح المسألة بالدليل، لأن هناك من يتعلق ببعض كلام أهل العلم السابقين بجواز القراءة الجماعية، وهل هناك ضابط للقراءة الجماعية؟ لا تجوز القراءة الجماعية بهذه الصفة، لأن هذا من البدع وهذا محدث، وإن كان عمل به من عمل ممن قبله. فالعبرة بالدليل، ليس على هذا الدليل كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام ليس عليه دليل فهو محدث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أنا طالب جامعي مقيم في الإقامة الجامعية التي تبعد عن البيت 120 كيلومتر، وأمكث فيها أكثر من شهرين، فهل أقصر أم لا؟ وكم مدة القصر بذلك؟ لا يا أخي، لا ما تقصر في مدة إقامتك لمحل عملك أو دراستك، إذا كانت المدة تزيد على 4 أيام لا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأن السفر انقطع بالإقامة الطويلة. وأما في الطريق بين مكان دراسك وبلدك الطريق ذهابا وإيابا فيباح لك أو يستحب لك القصر والجمع. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تيمم من ضربتين؟ ورد هذا لكنه ضعيف، حديث الصحيح على أنه ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما، ويكفي ضربة واحدة، وإن ضرب ضربتين فلا بأس. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخرين مع اعتقاد فضلهم جميعا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة، وما واجبنا نحو الصحابة؟ الصحابة يشتركون في الصحبة وفضلها جميعا، فلهم فضل الصحبة. وأما أن بعضهم أفضل من بعض هذا لا شك ثابت، فضلهم أبو بكر الصديق، قية الخلفاء الراشدين، قية العشرة المبشرين بالجنة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة، ولا أفضل المهاجرون أفضل من الأنصار. وأما في المحبة فهم يحبون جميعا ولا يفضل بعضهم على بعض في المحبة، لأنهم كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عنهم جميعا، فحبهم جميعا لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم وسابقتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: السائلة عكاشة، هل يجب على المرأة أن تلبس الجلباب أو العباية عند الصلاة في بيتها؟ وهل يوجد شروط للبس هذه الألبسة في الصلاة؟ المرأة عند الصلاة تستر جميع بدنها ولا تكشف منه شيئا إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إذا كان عندها رجال محارم أو نساء تكشف وجهها في الصلاة فقط، وما عداه تستره، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم. الأخت لها فقرة أخرى، أم عكاشة تقول: هل يكون ابن بنت عمتي محرم لي في السفر؟ لا، ليس محرما لك في السفر لأنه أجنبي منك. نعم. هذا سائل يقول: أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة خلف شخص صاحب بدعة ومخالف للسنة؟ البدعة تختلف، إذا كانت بدعة مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، إذا كانت بدعة
كبيرة من كبائر الذنوب ولم تصل إلى حد الكفر هذا يعتبر فسقا ولا تجوز الصلاة خلفه أيضا عند جمهور أهل العلم. وأما إذا كانت البدعة يسيرة ولا تصل إلى حد الكبيرة فهذه تصح الصلاة خلف صاحبها، وإذا وجد إماما أفضل فإنه يصلي خلفه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، إذا دعا الإنسان على أخيه بغير وجه حق هل يعود الدعاء على صاحبه؟ نعم، هذا ظلم. إذا دعا عليه على غير موجب وغير استحقاق فهذا ظلم لأخيه ويأثم بذلك. نعم. يقول ما نصيحة الشيخ لمن يخاف من دعاء الناس عليه ولو بغير وجه حق؟ لا يكون عنده وسواس، الناس لا يدعون عليه إلا إذا آذاهم أو استحق لعنتهم، أما ما دام لم يؤذهم فإنهم لا يلعنونه ولا يسيء الظن بهم ويكون عنده وسواس منهم. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، أرجو إفادتي بارك الله فيكم عن حكم سماع قراءة القرآن الكريم بالنسبة للجنب سواء كان رجل أو امرأة، وأيضا الأحاديث الصحيحة. لا يجوز للجنب يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن قراءة القرآن. كذلك الحائض على الصحيح لا تقرأ القرآن، إن عليها حدثا أكبر مثل الجنابة، فلا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت إلى هذا، مثل عندها اختبار ويفوت عليها أو تحفظ شيئا من القرآن وتخشى أن تنساه، لا بأس أن تكرره لتثبيته، تثبيت حفظه ولو كانت حائض للحاجة. نعم. وبالنسبة يا شيخ للسماع؟ سماع لا بأس، الجنوب يسمع القرآن والحائض تسمع القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن هذه العبارة وعن ترديدها، يقول أحسن الله لكم ولنا الختام، هل قول الإنسان اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك؟ دعاء الذي متداول ويعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، لكن قلبوها في العصر الأخير صارت يهدى. وأما الدعاء بهذا الدعاء إنه جائز لأنه لم يعين أحدا، وإنما يدعو للعموم أو على العموم من أهل المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما المراد في التعدي في الدعاء؟ نريد ضرب أمثلة بذلك. الاعتداء في الدعاء أن يسأل شيئا لا يليق به، كأن يسأل أن الله يجعل أن يجعله الله نبيا، أو أن ينزله منزلة الأنبياء، أو يدعو على شخص لا يستحق الدعاء ظالما له، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. هذا السائل أبو ماجد يقول علي 3 أيمان كل يمين في موضوع مستقل. سؤال يا شيخ، هل إذا دفعت كيس رز 45 كيلو لأسرة واحدة يكفي ويكفر عني؟ إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة كل يمين لها كفارة ولا تتداخل بعضها مع بعض، كل يمين توجب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على الخيار، فإن لم يجد فإنه يصوم عن كل يمين 3 أيام، هذا إذا كانت على أشياء متعددة. أما إذا كانت الأيمان مكررة على شيء واحد قبل التكفير، كررت قبل التكفير، فإنه تكفيها كفارة واحدة لأنها تتداخل في هذه المسألة. كذلك لا بد أن يكون الأشخاص الذين أطعمهم يبلغون 10 لا ينقصون. إذا كان أهل البيت يبلغون 10 فلا بأس، فعفو إليهم، وإن كانوا أقل من 10 يدفع إليهم بقدرهم والباقي يعطيه لفقراء آخرين حتى يكمل 10. نعم. هذا السائل يا شيخ الأخ علي يقول بأنني نذرت نذر على أن يتحقق لي حاجة، فتحققت هذه الحاجة واكتملت، والنذر كان يجب أن أصوم 40 يوم بدون انقطاع، ولم أستطع الصيام بدون أي عذر، هل يوجد بديل لسداد النذر علما بأنني بصحة جيدة والحمد لله، وهل يوجد شيء يقضي هذا النذر من غير الصيام؟ هذا نذر طاعة ولا بد من تنفيذه على ما نذرت، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة وهو الصيام، تصوم الأيام التي نذرتها متتابعة ولا تركن إلى الكسل والعجز، بل تركن إلى العزيز.
العزيمة الصادقة لإبراء ذمتك. نعم. أم محمد تقول الشيخ صالح كيف يحصن الأولاد من كل سوء ومن الشيطان، وأيضا كيفية تحصين المنزل إذا كان في هذا المنزل أشياء غريبة يتخيلها أهل البيت. لا بد في تحصين الأولاد من أمرين: أولا التربية، تربية الإسلامية على طاعة الله عز وجل، والتعليم، تعليم الأولاد دين الإسلام، تعليمهم الآداب ومنعهم من الرذائل والآداب السيئة، هذا شيء. الشيء الثاني الدعاء لهم بالصلاح، أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله، فهذه أسباب التربية وتنشئة الأولاد على طاعة الله. الأمر الثالث أن يبعد عنهم وسائل الشر، أن يبعد عنهم مسائل الشر التي تغريهم بالفساد من المناظر السيئة أو السماع المحرم أو غير ذلك من وسائل إفساد الأخلاق أو أشد إفساد العقائد وإفساد الدين. يبعد عنهم هذه الوسائل، وأن يحفظهم من جلساء السوء، يراقبهم، فهم في ذمته ومسؤول عنهم، وهم رعية في ذمته، يجب عليه القيام بالواجب نحو أولاده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: السائلة، هل يجوز لي أن أخرج العضد بالصيف لشدة الحر عند المحارم النساء الذي لا يخاف منهم الفتنة، والنساء هم أقربائي، وهل يجوز إخراج قليل من الساق عندهم؟ لا، المرأة تتحفظ، ما تبدي إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء وعند المحارم من الوجه والكفين والقدمين، ما جرت العادة بكشفه. وأما الحر فهناك وسائل التبريد، استعمل وسائل التبريد وهي متيسرة ولله الحمد في هذا الوقت. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، علي صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ، هل يلزم أن أصوم من أول الشهر أو من منتصف الشهر، وهل تكون 60 يوم لا تنقص حسب الشهر؟ أنت تصوم بالعدد لأنك ما ترى الهلال، فتصوم بالعدد 60 يوما، تبدأها من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، المهم أنك تصوم 60 يوما متتابعة. نعم. هذه أصيل تقول: يا شيخ، بالنسبة للدعاء نقول نسأل الله الصبر على قدره عن معاصيه. طيب، الدعاء طيب. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ، وضع بعض قصات الشعر بدون قزع وبدون نية التشبه بغير المسلمين، هل هذا محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تعبث بشعرها، تقصه مدرجات أو على أي شكل، بل تتركه وتعتني به وتنظفه لأنه جمالها، ولا تعبث فيه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اللقاء برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.